شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم. في ليلة من ليالي السبي بات سبايا آل محمد في كنيسة على طريق الشام، وإذا براهبة تتجه إلى مولاتي زينب وهي تحمل قطعة من كفن، قائلة: يا زينب، إن هذا الكفن ورثناه عن أجدادنا وفيه الكثير من البركات، أعصبيه برأسك لعله يريحك من آلام السفر ومتاعب السبي. فتجيبها الحوراء زينب: ما شد راسي إلا بغترة العباس، ما شد راسي إلا بغترة العباس، لا يا راهبة واخرج جفل لي غاد، احنا الشارة لتحط نفس للميتين وليطلب ظنى نترس شليل أولاد. كم مرة انتخت مريم بأهل البيت، اجت مشاية وانطيناها عيسى مراد، يا خامل يطيب لجمة الخوان عدل عباس، كل طب للجرح ما فاد، طالت هاللسن واعرف دواهن وين، بس المشكلة شفين اخوي بعاد، نص الصوت لا تسمع حجين الروس أو لا يغتاب دمهم والوجع ينعاد، شوف الراس ذاك اللي يلتفت كل ساع، نقص عندي تيمة يقل طاحت غاد، مو مسبية وانا صياغة الكرار، زينب طبع روجة تقود ما تنقاد، عدنا حسين واحد بس هوان حسين، اختنقنا وما رضينا نشم هوا ابن زياد، وقفنا العب بين اللهب والصوت، ومن جاعة النار الخيم صارت زاد، سهل حرق الخيم غير احنا هالديوان، المعذب شرط تلقى بمضيف الرماد، خاطر لا يمر صوت بظهر مسكين، هاي متونة وخلي يشبع الجلاد، تراك الدم تراك الدم فخر للمشن مسبيات، للي هو والله لبس الذهب ما يراد، عدنا تشم رقية ظلت بلا حيل، يوجعها اليتم والحيل خيط وباد، طاحت والبواش تبيد الرجلين، بس عزت نفسها الواقفة استعداد، شبكنا جفوفنا على الراس مو من خوف، سوينا الاصابع للحجاب وتاد، نصبر على العطش عدنا الثقل مرغوب، ثقيل الخام للي يبرد يصير ضماد، عطشت لكن ظلت ثابته الصحراء وبيخف النهر قاضيها رايح راد، ارتفع شان النهر غير احنا عطشانين، لو ما عنتر ولا ينعرف شداد، خلينا العدل يحسد المقتولين، واشجعهم بقى يدور على المشراد، صكت والبواتر تنتق من الخوف، وسيوف الهواشم بيها خيط عناد، تاه حسابهم والطشر الملموم، وبس يف ابو فاضل يعرف التعداد، لشحنا نيابهم تشي قمر هاشم غاب، الطريدة تجر نفس من يبعد الصياد، بعمرنا وموتنا على الضدنا متعلين، الشاهد روسهن على الرماح سياد، باكر تضج بينا الدنيا روس وصوت، ونخضر ثورة تكسر قيد الاستعباد.